هاي، انا اشرف، ودي قناه تريدنج يكون. رجعت لكم فيديو جديد، ده يكون فيديو حصاد شهر اكتوبر من الكتب اللي قراتها والحاجات اللي اتفرجت عليها. الحاجات اللي قريتها مش كتير قوي اللي هتكلم عنها، لان في منهم 4 كتب معمولين في فلوج. الفلوج دي غالبا هتكون الفيديو اللي قبل ده او الفيديو اللي بعد ده، مش عارفه هتكون انهي ترتيب، بس هي هتنزل في نفس الشهر ده. وباقي الحاجات اللي هو مش حاجات كتيره قوي، علشان الكتب التانية الأربعة دول خدوا وقت أكتر في الشهر. فمهم يعني لكم إيه الكتب دي، اللي هي Unmarriageable لسونيا كمال، و The Heiress لمولي غريلي، و The Secret Diary of Lizzie Bennet، و Unequal Affections للارا إس أورمستون. كل دول هيكونوا في الفلوج اللي أنا بقول لكم عليها. وأعتقد يعني ممكن تكونوا خدتوا بالكم دلوقتي الفلوج هيكون بتركز على إيه. بس يعني أنا سعيده بالله صورته في فلوج دي وانا خلصت تصويرها، بس هم بس المشكله معايا الفضل معايا الايديت، لان الايديت دايما بيبقى اصعب حاجه عندي، والفلوج دي عايزه اعمل لها ايديت لطيف ومختلف، وحاليا دماغي مش عارفه تفكر في اكتر من الايديت البيزك والبسيط. فامل ان انا اكون بداتها عملتها بعد الفيديو ده او قبله، فانتظروها يعني. بعد كده هكلمكم عن شويه الحاجات المصوره قبل ما ادخل في بقيه الكتب اللي خلصتها في الشهر. خلصت سلسله ليه اتاك اون تايتن بيفور ذا فول، ودي افتكر ان انا كلمتكم عنها الشهر اللي فات السلسله، بس خلصتها في الشهر ده. وهي فكره انها سلسله مقتبسه من عالم اتاك اون تايتن، بتدور في نفس العالم بس مش بنفس الشخصيات، مش نفس التوقيت. احداثها كلها بتدور 50 سنة قبل اتاك اون تايتن، قبل ما نشوف ايرين وميكاسا كل الشخصيات دول. فما فيش حد فيه منهم بيظهر في السلسله دي، والسلسله دي بتركز على حاجه مهمه قوي لاتاك اون تايتن بعد كده، اللي هو فكره صنع الجهاز الفيرتيكال مانوفرنج اللي السيرفي كوربس بيستخدموه لمواجهه التايتنز. فالهدف الرئيسي من السلسله دي انها بتوضح المنشا والاصل بتاع الجهاز ده، ودي كانت الصراحه فكره لطيفه جدا في التركيز على السلسله دي، ان ده الهدف الرئيسي من. وبرضو بتركز على الشكل العام للسيرفي كوربس زمان كانوا عاملين ازاي قبل ما نشوفهم في اتاك اون تايتن، الحاجات اللي مروا بيها. تجسيد التايتنز مختلف هنا، طبعا الرسام هنا مختلف عن الرسام بتاع اتاك اون تايتنز، فتجسيد الشخصيات وتجسيد التايتنز مختلف تماما. بس عجبني ان القصة دي مركزة على القصة الرومانسية اكتر من اتاك اون تايتن. اتاك اون تايتن بنبعد عن الرومانسية تماما، وبتبقى حاجات تانية كتير بتحصل، فهي مركزة هنا على الرومانسية والصداقة والعلاقات. عجبني التجسيد للسوداوية، العالم ده هنا سوداوي زي اتاك اون تايتن بس ساعات بيكون سوداوي اكتر. عجبني ذكور برضو اللي هي المدينة اللي تحت الارض، وانها جزء مهم من اتاك اون تايتن، وهنا برضو كانت جزء مهم. فعجبني ان كل سبين اوفس اللي قريتها دايما بيركزوا على المدينة دي بشكل او باخر. فمهم خلصت السلسلة دي. حاجة تانية، سلسلة تانية تبع اتاك اون تايتن كنت ناوية اقراها، وقريت منها اول عدد بس ما عجبتنيش، اللي هي اتاك اون تايتن جونيور هاي، اللي هو كان شخصية اتاك اون تايتن في المدرسة الثانوية او الاعدادي، والتايتنز زمايلهم في المدرسة والمشاكل اللي بيخوضوها مع بعض. الفكرة ان المانجا دي معمول منها انمي، فافتكر ان انا هشوف الانمي، لان انا الصراحة المانجا حسيت الكوميديا مش عاجباني قوي كمانجا، ولما جربت اشوف الانترو بتاعت الانمي المقتبس منها، الانترو الوحدة ضحكتني. فاعتقد ان انا بعد يعني اتعافى شوية من التروما بتاعت اتاك اون تايتن، يعني عشان خدت جرعة مكثفة شوية من اتاك اون تايتنز الفترة اللي فاتت، فاعتقد ان هشوف ده كانمي. بعد كده حاجتين مصورتين تانيين، افتكر 3 حاجات. بعد كده قريت اللي هي الويب تون اسمها ريونيون لستيف، ودي صراحة ويب تون لو انا اقيمها على حسب الفن بس، الارت والرسم هسقبها 5 نجوم، بس البلوت نفسها والقصة نفسها محتاجة شغل كتير، بس انت عادي ما عندكش عندي مشكلة قوي بما انها الويبتون الاولى للكاتبة. دي قصة رومانسية ما بين 2 اصدقاء من الطفولة بيتقابلوا بعد 10 سنين بعد ما افترقوا، وازاي علاقتهم بترجع تاني بعد الافتراق بتاعهم ده. البنت ريا دي بترجع للمدينة اللي هي كانت عايشة فيها بعد ما سابتها من 10 سنين عشان بداية جديدة وحياة جديدة، وشيرو الولد عالق في وظيفة اهله اللي هي الفاميلي بيزنس، وما يقدرش يقول لحد عنها، وده بيخليه ما يقربش من حد قوي، ودايما بيبعد الناس عنه.
هما كقبل مع بعض كيوت جدا جدا. شخصيته عاملة زي شخصية باتمان بس من غير البات. وعجبني ان الكاتبة كتبت ان دي بريكول ليه قصة كبيرة هي بتشتغل عليها، تكون فيها بقى مش رومانسية بس دراما واكشن واثارة. فانا مهتمة انا اقرأ القصة التانية، خصوصا بس اتمنى فعلا انها ما تبعدش رومانسية في القصة التانية، خصوصا انها كتبت انها مش كاتبة رومانسية قوي بس هي حابه تعمل القصة دي كمقدمة للعالم اللي هي ناوية تعمله. فانا مهتمة اشوف القصة اللي بعد كده اللي هتركز على العالم ده بشكل كبير مش الشخصيتين دول بس. بعد كده قرأت مانجا تانية اسمها سو انتاي تشان لكاتبة اسمها كاناتا كونامي. كاناتا كونامي دي معروفة بمانجا اسمها تشي سويت هوم، والاتنين بيتكلموا عن القطط، فالكاتبة دي معروفة بكتابتها المانجا اللي بتركز على القطط، فده من غير ما اقراها حتى هديها 5 نجوم. سو تاي تشان دول بيركزوا على اليوميات بتاعت قطة كبيرة في السن وصاحبها بيجيب لها كتن صغيرة واليوميات اللي ما بينهم. طبعا القطة الكبيرة مش قادرة تواكب الكتن الصغيرة في كل الهايبرة بتاعتها. الفكرة انها فكرتني جدا بالقطتين بتوعي، عشان عندي قط كبير ويجبنا بعد كده قطة صغيرة كتن، فالتعاملات بتاعتهم فكرتني جدا بالقطتين بتوعي. الصراحة بسطتني قوي يعني، خلصتها في وقت قليل قوي وناوية اكمل السلسلة دي يعني. افتكر هحاول اشوف على جود ريدز هي كام فوليوم، اعتقد ان انا احاول اقرأ بقية الفوليومز. فهي حتى الان تم الاعلان عن 6 فوليومز، في 5 و6 لسه منزلوش بس 2 و3 و4 موجودين، فهحاول ادور عليهم مترجمين طبعا يعني. مش عارفة الصراحة، افتكر 4 ممكن لسه مش مترجم، احاول ادور عليها. بس هي سلسله كيوت جدا، لو انتوا بتحبوا القطط فرشحها لكم. وافتكر الكاتبه برضو السلسله التانية اللي هي تشيز سويت هوم مشهوره جدا برضو بتتكلم عن قطه، افتكر برضو هتكون حاجه حلوه. واخر حاجه مصوره هتكلم عنها وهي سلسله مانجا جديده بداتها اسمها ياسمي بومبون لكاتب اسمه انيو اسانو. وياسمي بومبون دي بتتكلم عن الولد بتاعنا الرئيسي بومبون، وده بنتابعه من هو طفل في ابتدائي وحياته المريرة والعصيبة ما بين مشاكل في البيت، مشاكل مع أهله، مشاكل مع أصدقائه، مشاكل كتيرة. المانجا دي بتركز على حاجات كتيرة زي الاكتئاب والإحباط والانتحار والإساءة الجسدية والنفسية حاجات كتيرة قوي يعني. المانجا تبان شكلها في الاول انها خفيفة عشان بومبو ذات نفسه مرسوم بشكل طائر غريب كده، وكل الناس حواليه مرسومين بشر عاديين، بس هو بومبو وعيلته اللي معمولين بالشكل ده. فتبان في الاول انها خفيفة بس بعد كده بتبقى تاخد منحنى سوداوي جدا جدا. الاكتئاب حقيقي قوي في المانجا دي، بس عجباني. انا حتى الان قريت 9 أو 10 فوليومز من اصل 13، فانا على وشك ان انا اخلصها اصلا. بس اكتشاف حلو، بس طبعا ما رشحهاش لحد ما يستحملش كميه الافكار الكئيبه والاحباط اللي موجود في كل صفحه. كده فاضل 4 كتب اكلمكم عنهم سريعا قبل ما ادخل في المسلسلات. اول كتاب فيهم هو اسمه The Goldsmith and the Master Thief لتونكا دراكت، وده افتكر انها كلاسيك للاطفال، اول مره تنشر بالانجليزيه، والكاتبه افتكر انها كاتبه من اندونيسيا. القصه دي قصه بسيطه قوي، بتتكلم عن توأم، اخين توأم، ومتقسمه لحكايات. فكل فصل بدل ما اسمه الفصل الاول الفصل الثاني متقسم لحكايات. كل مغامره الاخين دول بيخوضوها من هم اطفال لحد ما يكبروا خالص في السن. طبعا بما انها كلاسيك للاطفال، كتاب معمول للاطفال، فكل فصل بيخلص بدرس او بعظه المفروض الاطفال يتعلموها او يستفيدوا بيها من اللي حصل في الحكايه دي او المغامره اللي خاضها الاخين دول. الفكره ان بعد 50% من الكتاب بيبقى ممل، لان كل مغامراتهم كل المواقف اللي بيمروا بيها بتعتمد على كونهم اخين توام، فبتعتمد دايما المقالب اللي بتحصل لما ناس يفتكروا ان هو الاخ ده مش الاخ ده، وبعدين الاخ ده يجي ويصدم الناس والناس تكتشف انتوا توام، انتوا مش واحد بس. ففكره بعد 50% الكتاب بيبقى ممل جدا، ان نفس المواقف بتفضل تتكرر، وخصوصا هو كتاب مش قصير، الكتاب طويل يعني. هحاول اشوف هو كام صفحه، الكتاب حوالي 400 صفحه، فلما 400 صفحه يكونوا نفس الحكايه اللي عماله تتكرر بيبقى ممل شويه يعني. انا في الاول كنت مستمتعه بيه، كنت على وشك اديه 4 نجوم، بس مع اخر الكتاب حسيت بملل، كان ممكن يقصر او ان المغامرات تتغير شويه، ما تبقاش كلها على اساس قائمه على فكره ان هما توام.
بس افتكر ان هو لو هنتكلم عن فكره ان هو كتاب موجه للاطفال، فافتكر ان هو مناسب جدا للاطفال وممكن يتقرا للاطفال بجو حكايه كل فتره، فعشان ما يدخلوش في بعض ويبقوا كلهم حكايات متشابهه بالظبط. فاعتقد ان هو مناسب للفئه اللي هو موجه ليها للاطفال، بس بالنسبه لي كان ممل شويه عشان تكون بعد 60-70% كنت خلاص زهقت من فكرة الاعتماد على ان هما توأم في انها تبقى المغامرة الجديدة، ما حسيتش بفرق او بتجديد قوي ما بينه ومغامرات في النص التاني من الكتاب تقريبا. بعد كده قريت رواية قصيرة اسمها رير دينجر لي بيفرلي جينكنز. بيفرلي جينكنز معروفة انها بتكتب روايات رومانسية، بالذات رومانسية تاريخية، بس فكرة دي رواية قصيرة بتتكلم، هي رومانسية بس في نطاق اكشن شوية، اكشن وقصارة شوية. الفكرة انا عارفة ان ده اسلوب بعيد ومختلف عن اسلوبها المعتاد، فانا لسه عايزه اقرا لها حاجه من الروايات الرومانسيه التاريخيه، خصوصا انا بحب روايات الرومانسيه التاريخيه. تاني حاجه بحكم كونها نوفيلا فهي روايه قصيره جدا، ما افتكرش انها كملت اكتر من 100 صفحه، افتكر روايه حوالي كانت 100 صفحه او حاجه، فالحبكه نفسها والقصه الرومانسيه والشخصيات ما كانش عندهم وقت كافي ان هم يقربوا من بعض ويعرفوا بعض وتبقى القصه تاخد وقتها في التطور، بس دي مش مشكله، ده يعني طبع النوفيلات دايما. البطلة هنا بتاعتنا عندها خدمة للكتب، شغلتها انها بتظبط مكتبات او بترتب مكتبات لعملاء ليها مشاهير زي نجوم كورة، نجوم فن، نجوم غناء وكده، بتجهز لهم مكتبات في البيت على حسب اختياراتهم. بس الفكرة انها بتتورط في عملية سرقة وتهريب كتب أثرية وكتب نادرة. والبطل بتاعنا أفتكر إن هو من الجيش أو من العمليات الخاصة، وبيبقى نوعا ما اللي بيحقق في القضية دي. القصة الرومانسية هنا أقدر أقول إنها قصة حب من أول نظرة، وده ما بحبوش قوي، بس مفهوم في نوفيلا قصيرة زي دي. الكيمستري والانجذاب ما بين الشخصيتين كان قوي وكان فوري قوي، كان فيها خف الدم وكان فيها أسلوب مكتوب بأسلوب حلو ولطيفة، والمشاهد اللي ما بينهم كانت حميمية، بس يعني حسيت ان مش مناسب لي قوي ليا النوفيلا دي، لانها زي ما بقول لكم ما خدتش وقتها في انها تطور احداث. بس ما انكرش اسلوب الكتابة شداني وخلاني قعدت خلصتها في يوم، فاعتقد انها مهتمة ان انا اقرا تاني للكاتبة دي. بعد كده قريت كتاب The Beauty and the Beast لجابرييلا سوزانا باربو دي فيلنوف، اسم صعب شوية، ودي كاتبة مش كاتب، انا كنت متخيلة ان اللي كاتب الكتاب ده كاتب لكن هي كاتبة. وطبعا دي الستريتد المناليمة، وهم عاملين الطبعات دي للكلاسيكيات الاطفال وحلوة جدا. الكتاب ده غريب قوي، غريب غريب غريب، لان النص الاولين تقريبا منه، يعني نقول ايه نص الكتاب تقريبا، بيطبع النسخة اللي احنا عارفينها بتاع ديزني، والنص التاني الكتاب حاجة غريبة مش قادرة اصنفها. يعني في الحالة دي، ودي واحدة من الحالات النادرة، انا اقدر اقول الفيلم اللي ديزني عملوه الاوريجينال الكلاسيكي اللي هو الانيميشن احلى بكتير من الاوريجينال. يعني اعتقد الميزة الكبرى في الكتاب ده هو الرسومات بتاعت من الايمة، حاول اظهر لكم بعض الرسومات، كنت بحاول ما احطش دي رسمة عادية، وفي حاجات تانية اللي هي بتبقى انتراكتيف، فبتبقى حاجات بتتفتح وكده. فالكتاب اخراجه لطيف وطبعته حلوة جدا، وطبعا يعني هحتفظ بيه بس عشان الغلاف ده، بس القصة غريبة قوي. يعني لو انتم عارفين القصة الاصلية بتاعت ديزني، فنص الكتاب تقريبا بيتبع القصة دي، والقصة دايما بتنتهي في النص كل اللي شفناه في ديزني. والنص التاني ده حاجة غريبة، استكمال الأحداث بشكل غريب قوي. ما زال نتبع فكرة ان في سحر، وان في بنت بتروح للوحش اللي في القلعة علشان تخلص باباها منه، كل ده موجود، بس الفكرة بقى أصول البنت دي وأصول الوحش وسر اللعنة بتاعته وشكل القلعة والناس اللي معاه في القلعة وعيلته، كل ده متغير ومش بشكل منطقي أو مفهوم. فانا ما حبيتش القصه دي خالص، يعني فعلا فعلا انا اديته 3 نجوم، نجمتين منهم عشان تصميم الكتاب، ونجمه واحده عشان حسيت ان انا كنت عايزه على الاقل اقرا القصه الاصليه. بس اقدر اقول لكم ان فعلا فيلم ديزني احلى بكتير. واخر كتاب قريته وكان اختياري لدوله من حول العالم، افتكر كان اختيار اكوادور، وهي رواية اسمها بوسو ويلز لجابرييلا علامين، وده أول عمل يترجم بالإنجليزية لكاتبة دي من إكوادور، وهي كاتبة
مشهورة في إكوادور، فهي ثريلر بس غريب قوي، فيها طابع خيال علمي، فيها طابع غريب. يعني أنا في الأول كنت مستمتعة بالرواية دي، كانت عجباني الجو الغرائبي اللي فيها، أنا بحب الروايات الغرائبية، بس بعد كده حسيت إنها دخلت في اتجاهات كتير ومش عارفة هي عايزة تخلص على إيه. يعني الفصل الأول من أحلى الفصول الأولى اللي قريتها في حياتي، والدخلة نفسها كانت مثيرة قوي للاهتمام عشان بنشوف ألغاز كتيرة، ألغاز تشد، بس النص التاني من الكتاب كان جنوني وحسيت ان هو قفلة قفلة مش مفهومة فعلا. الأحداث بتدور أغلب الوقت في بلدة صغيرة اسمها بوسو ويلز، وبنتبع كذا قصة. أول حاجة قصة الانتخابات اللي بتحصل فيها مصيبة بعد ما كل المرشحين بيموتوا بالكهرباء، بيتكهربوا، والمرشح الأخير اللي فاض على قيد الحياة بيتخطف. قصة تانية بنتبع فيها الصحفي اللي بيروح المدينة دي علشان يحقق في القضية دي، بس بيلاقي نفسه متورط في حاجة أعمق، أو بيدور في حاجة أعمق بدل القصة السطحية بتاعت موت المرشحين. والقصة الثالثة الاختفاء الغريب للسيدات والنساء اللي في البلدة الصغيرة دي. إن الناس عارفين ان على مدار سنين في منطقة معينة بتختفي فيها الستات، ومحدش بيحقق في الموضوع، محدش بيتكلم عن الموضوع، بس هم عارفين الحتة دي الستات بيختفوا فيها، فمفروض نبعد عنها. واخر قصة غريبة بنتبعها هي الطائفة الدينية الغريبة من الرجالة العمي. بنشوف ازاي كل القصص المختلفة دي بتجتمع مع بعضها، وازاي يعني ايه وجه الارتباط ما بين كل الحاجات. انا ما انكرش ان انا كنت مهتمة ان اشوف ازاي كل القصص دي هتجتمع مع بعضها، واستمتعت ان انا اشوف تجسيد الفساد السياسي الرئيسي والمحور الرئيسي في الرواية دي، بس ما انكرش ان النص التاني من الرواية خلاني تايهة تماما. يعني قيمتها بنجمتين، واعتقد ما زلت مهتمة ان اقرا تاني الكاتبة دي، لانها بتدخل نوعا ما في فانتازيا، في خيال علمي داخل في الرواية دي. الرواية مش واقعية 100%، في بعض العوامل الخيالية شوية، بس حسيت انها كانت بداية حلوة ونهاية سيئة في نظري على الاقل. بس على الاقل كانت طريقة ان انا عرفت كاتبة جديدة مثيرة للاهتمام. فدي كل الحاجات اللي قريتها خلال الشهر. في بعض الكتب اللي انا شغالة عليها بس مش هكلمكم عنها، يعني ايه، عشان الفيديو ما يطولش قوي عن كده، فهدخل على طول في الحاجات اللي اتفرجت عليها. واول حاجة هتكلمكم عنها مسلسل بروكلين 99، خلصته اخيرا. شفت حوالي ممكن 3 مواسم او حاجة، وكانت اول مرة خلصته ان انا كنت وصلت لسيزون 6 تقريبا، ما كنتش شفت اخر موسمين، فخلصت اخر موسمين. ومشكلتي مع اخر موسمين ان هم دولة الموسمين اللي اتعملوا بعد ما المسلسل اتكنسل على فوكس وام بي سي اشترته، فمش عارفة ايه اللي حصل، بس تقريبا لما ام بي سي اشتروه في حاجة غريبة حصلت للشخصيات، ممكن ما جابوش نفس الكتاب اللي بيكتبوا المسلسل او حاجة، بس حسيت الشخصيات ان هم اختلفت، طريقة كتابة الشخصيات، طريقة كتابة بعض التعبيرات ليهم مش متوافقة مع المواسم اللي فاتت. فأنا سعيدة ان المسلسل كمل كام موسم بعد ما خلص، بعد ما اتكنسل فجأة، بس برضو مش هنكر ان المواسم الاولانية للمسلسل ده كانت احلى بكتير. بعد كده اتفرجت على مسلسل كاوبوي بيبوب على نتفليكس، اللي هو الادابتيشن من الانمي المحبوب جدا. انا كاوبوي بيبوب واحد من الانميات المفضلة عندي، ومنكرش انها حزينة حزينة على اللي حصل للمسلسل ده ان هو اتكنسل. يعني بيفكرني بأزمة وكارثة فاير فلاي اللي اتكنسل من قبل ما ياخد حقه، ودلوقتي بقى له كالت. مش هقول ان كاوبوي بيبوب ليه نفس الكالت كمسلسل، الانمي له الكالت بتاعته، الناس كلها بتحبه، بس المسلسل كان حلو وما خدش حقه للأسف. مش هنكن بعض الاختلافات عن القصة الأصلية كانت غريبة عليا شوية، بس فكرة المسلسل معمول بمنتاليتي، والنهاية معمولة فكرة ان هما كانوا ناويين يعملوا موسم تاني. انا مش قادرة افهم اتكنسل قبل ما يكمل وقت معين، وقت كافي يشوفوا رد فعل الناس. كبيبو بوب لو انتوا متعرفوش القصة دي، بيتكلم عن، هو مسلسل ساي فاي خيال علمي، بيتكلم عن مواد باونتي هانترز اللي هما بيحاولوا يطردوا المجرمين ويمسكوهم ويسلموهم من الشرطة عشان ياخدوا مكافأة عليهم. فبنشوف سبايك سبيكل وجيت وفاي فالنتاين، وكل واحد منهم عنده الماضي السوداوي والقصة الخلفية المعقدة قوي لكل واحد فيهم، وبنشوف ازاي بيتجمعوا بيبقوا فريق مع بعض. وطبعا مش هنسى اين الكلب بتاعهم، شخصيتي المفضلة هي اين. يعني اين شخصيتي المفضلة كان في الانمي، شخصيتي المفضلة
وفي الشو طبعا طبعا شخصيتي المفضله. بمناسبه بروكلين 99 وكاوبوي بيبوب، انا بعد ما وانا بدور على صور لكاوبوي بيبوب شفت اللقطه دي، حط لكم صورتها، تجميعها لجيت وسبايك وفاي وجيت ماسك اين وتيري وجيك وايمي وتيري ماسك اين وتيري ماسك الكلب اللي شبه اين اللي هو شيدر. يعني حد عايزه حد عايزه حد يقنعني ان ده مش نفس المشهد. بس في الفكره، بس كاوبوي بيبوب للاسف انا حزينه عليه ان هو اتكنسل بعد موسم واحد. كنت حابه اشوف الاحداث هتكمل ازاي، خصوصا ان هم غيروا كتير في اخر حلقه، افتكر عشان يدولوا طريقه ان هم يكملوا بيها، فكان نفسي اشوف. بعد كده مسلسل تاني اللي خلصته وشفته تقريبا يعني في فتره ازمه السنان بتاعتي اللي هي لسه مستمره، بس ده كان المسلسل اللي ساعدني في الفتره دي، وهو ذا ليزي بنت دايريز، وده اعاده حكي لقصه برادن برجس بس في العصر الحديث وبشكل فلوجز. فالفكره ان المسلسل ده متاح بالكامل على اليوتيوب، هسيب اللينك بتاعه في الديسكربشن بوكس. واللطيف ان البطله بتاعته ليزي بنت اللي هي ممثله اسمها اشلي كليمنتس شغاله حاليا حاجه اسمها ذا لوك باك دايريز، بتتفرج من جديد بعد 10 سنين من المسلسل ده على المسلسل، وفي كل حلقه بتستضيف حد من النجوم اللي كانوا معاها. فانا برشح لكم تتفرجوا على المسلسل، وبعد كده هسيب لينك كمان اللوك باك دايريز بتاعتها لانها بتستعيد المسلسل ده بعد 10 سنين مع الكاست، وبنشوف وشهم اختلف او ما اختلفش ازاي بعد 10 سنين، وبنعرف برضو تفاصيل مهمه عن عمل مسلسل زي ده. الفكره ان هو زي ما اقول لكم قاعد حكي برادن برجس في العصر الحديث، وبنشوف ليزي ومستر دارتي وكل الشخصيات دي في عصر حديث على شكل فلوجز ليزي بتعملها عن حياتها. فمسلسل لطيف جدا. واخر حاجه هتكلم عنها هي مسلسل اللي انا بداته شفت نصه والنص الثاني بكمله حاليا في شهر نوفمبر، وهو مسلسل دراما كوري اسمها موف تو هيفن. مسلسل بائس، انا مش عارفه انا ليه بختار الحاجات البائسه وبكمل فيها، بس موف تو هيفن ده دراما كوريه موجوده على نتفليكس، افتكر انها 10 حلقات افتكر او 8 حلقات حاجه كده. وبتتكلم عن شركه من اب وابنه، الابن عنده شكل من اشكال الاسبرجرز او التوحد، والاب وابنه دول اللي هما بيشتغلوا حاجه اسمها تروما كلينرز، اللي هما بيروحوا لبيوت ومنازل وشقق الناس اللي ماتوا ينظفوا اثارهم وينظفوا كل ممتلكاتهم ويشيلوا كل حاجه من المكان عشان المكان يتنظف ويبقى صالح للتأجير او للبيع بعد كده. فكل حلقه بيتعاملوا مع عيله مختلفه او حد ميت مختلف، وبنشوف ازاي التعامل مع ممتلكات الشخص ده، ازاي كل قصه مأساويه وحزينه. انا اخر حلقه شفتها خلتني اعيط، يعني مسلسل كئيب وحزين وفي نفس الوقت فيه امل، فاللي هو مش بائس تماما بس هو حزين قوي. بنشوف ان ازاي بيقدروا الروح الميته، وازاي الشخص ده بيجمعوا ممتلكاته كده في صندوق اصفر وبيروحوا يودوها لاهله، وازاي ساعات الاهل بيرفضوا الممتلكات دي، وازاي ده بيأثر على دول كتروما كلينرز. مسلسل حلو جدا، دراما كوريه مختلفه عن الدرامات الكوريه المعتاده. يعني عاجبني ان الدرامات في يعني جو دراما كوريه مش رومانس بس، فيها حاجات كتير. فانا بحب وظيفه التروما كلينرز، و يعني انا قريت كتاب عن التروما كلينينج قبل كده، ودي كوظيفه من الوظائف اللي بتثير اهتمامي جدا، لان هو شخص بعيد تماما عن الشخص اللي ميت، وفي نفس الوقت بيعرف عنه تفاصيل حميميه ممكن اهله واصحابه وقرايبه ما يعرفوهاش عنه. فعجبني جدا المسلسل ده ومتحمسه ان انا اخلصه. فبس دي كل الحاجات اللي قريتها واتفرجت عليها خلال اكتوبر، واهلا نسيت الشهر. لو في عندكم حاجه مميزه معلقه معاكم من شهر اكتوبر، سواء مسلسل او فيلم او كتاب قريتوه، قلتوا لي في الكومنتات. بس انا دايما انا اشوف ترشيحاتكم وكومنتاتكم. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، وانتظروني في الفيديو الجاي. باي باي.